التطبيق الثاني يقول: وأحضرت لها طعاما فعافته وانصرفت عنه، فقلت لعلها ظمأ، فأرشدتها إلى الماء فلم تحفل به، وأنشأت تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليه نفسها من الآلام والأحزان، فأثر منظرها في نفسي تأثيرا شديدا. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين بما يلي: 1. طعاما تعرب مفعولا به فاعلا ظرف زمان مفعولا مطلقا. 2. نفسها تعرب فاعلا مفعولا به ظرف زمان مضافا إليه. 3. تأثيرا تعرب مفعولا به مفعولا مطلقا مفعولا لأجله مضافا إليه. ب. استخرج من الفقرة ما يلي: خبرا بحرف ناسخ وبين نوعه. 2. فعلا مضارعا مجزوما. 3. اسما مجرورا. 4. نعتا وأعربه. جيم. حدد فيما يلي همزة القطع وألف الوصلة. 1. أحضرت لها طعاما فعافته وانصرفت عنه. 2. أرشدتها إلى الماء فلم تحفل به. دمتم بخير وعلى الخير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.